بقالي كتير قوي ما اكلتش اكله حلوه. طب وهم منزلين حلو قبل الاكل ليه؟ لا ده مش الحلو، ده الاكل. ده انا افتكرته جاتوه. لا ده مش جاتوه يا سكينه، ده سوشي. ايه سوشي يا اختي؟ انت جاي تاكلي ولا تتمنظري؟ فين اي حاجه في البيت؟ مفيش. لو سمحتش عايزه ايه؟ عايز معلقه. لا ده بيتاكلش بمعلقه، ده بيتاكل بالشوبستكس كده. يخرب بيتك قصتها، هيدفعونا ثمنها. بصي شوفي انا هعمل ايه وقلديني. بقولك ايه؟ بلا قلة أدب، أنا هاكل بإيدي. قومي اغسلي إيدك. ليه؟ ده أنا إيديا فل، أنا لسه حتى عدى بيها فلوس. ما أنت عايزة إيه؟ إيه الزفرة دي؟ ما هو ده سمك. ده سمك بتاع ربنا ده؟ أيوه سمك بس ني. ني؟ استغفر الله العظيم يا رب. بتاكليني سمك ني يا رانيا؟ ليه؟ وأنا قطة؟ بصي لو مضايقك غطي على طعمه شوية بالصويا صوص لحد ما تتعودي عليه. بقولك ايه؟ أنا قلبي انشرح للطبق ده، شكله بصار. سارة؟ اه هي بصارة صح. كليها تعجبك قوي، بس هي حرقة شوية. ها ده أنا بتاعت الحراق. ايه في ايه؟ في ايه؟ مية مية. في حاجة يا فندم؟ لا لا مفيش حاجة، عايزين التشيك لو سمحت. بتاع طعم. هنروح في 60 داهية، اسكتي. مش قلتي دي بصارة؟ مش قلت لك إنه حرق؟ مش الدرجة دي. وأنا اللي قلت تختاري المطعم اللي تاكلي فيه عشان تتبسطي وتبطلي عياط؟ تعملي فيا أنا كده؟ ولا عرفت آكل منك. اسكتي بقى، روح في 60 داهية. اسكتي. اتفضلي يا فندم. هات انا اللي عازمه قلت. عازمني اوكي، انا ما قلتش حاجه. 22 جنيه دي؟ 2200. ايه؟ 2200؟ ودينا في داهية. خدي يا اختي، انا لا عازمه ولا منيله، عشان الحلفانه بصوم 3 ايام. ما شاء الله، ده عايشين حياتهم على الاخر. وسوشي وكانهم طالعين رحله. الكلام ده من قد ايه؟ من ساعه بالظبط يا باشا. طب انا عايزك بقى تفرغ لي كل الكاميرات اللي في المنطقه دي، عشان نعرف طلعوا من المطعم راحوا على فين. تمام يا باشا، اعتبره حصل. خدي خدي سمي بالله وما تتكسفيش، مش احسن من الاكل الني اللي كنت بتاكله لنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. خدي بقى انت كل الجوهره، ما تغلاش عليك يا رانيا والله. ايه الجوهره دي يا سكين؟ دي عين العجل. ليه؟ ليه سايبه كل حته ممكن تتاكل في الحيوان وتختاري تاكلي عينيه؟ ليه يا سكينه؟ ليه؟ جميله جميله. وكنت قرفانه قوي من السوشي صح؟ جيب لي صورته وريحته بتيجي في نخاشيشي، حرام عليكي باكل. بقول لك يا سكينه، اللي بياكل اللي انت بتاكليه ده المفروض اصلا ما يتريقش على اي اكل. عارفه يا بت يا رانيا، الاكله دي كلها ما تجيبش 120 جنيه.